فترات سابقة كان الدعاة، يمكن إلى الحين ما أدري أنت تصحح لي، أنه يعتمدون على خطاب الوعظي القصصي اللي يعتمد على استثارة العواطف وتجيش المشاعر. هل هذا الخطاب اليوم، أنا أتكلم عن شباب اليوم، هو مقنع للشباب؟ مقنع لبعضهم لكن قليل جدا منهم الآن اللي يصدق يعني القصص الكثيرة التي كانت تنشر. تعرف أن حدثني من أثق به أنه كذا وكذا وصار، وبعدين يعني يصير فيلم هندي بعد الأخير. أنت لازم تصدق طبعا، لو كذبت يا ويلك، أنك كأنك كذبت البخاري أو مسلم، وإذا شككت أيضا برضه يا ويلك. فالشخص يصير عايش الشخص بين يعني هو مو مصدق في الحقيقة، لكن لازم يصدق لأنه إيش؟ لأنه اللي قاله شيخ أو داعية. والله يعني أنا مثلا أعطيك مثال أنت كتبته، يعني الدكتور محمد العوضي عنده قبول عريض عند الشباب مثلا. لا شك. دكتور قال مرة على الخطوط السعودية حاصرني مجموعة من الفنانين الكويتيين، وكان الجميع يبحث عن مخرج من صراع المذاهب المتنامي في البلد. أنت رديت عليه وقلت ما شاء الله عليك يا شيخ، في كل رحلة جنبك فنان أو فنانين، وش القصة؟ أي نعم، هل تكذيب ذا ولا يعني؟ لا ليس تكذيب، هو الشيخ يتكلم عن نفسه. إيه؟ في فرق بين ما يتكلم عن نفسه، يعني يقول أنا والله وجدت وقابلت هذا، يعني يمكن يعني وترى فيها لمز والله. لا لا لا. أنا فهمت اللمز فيه. لا 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 هو غرد أكثر من تغريدة في نفس ال هو فعلا يعني أنا أتكلم دائما أحيانا أتصور نفسي الشخص الآخر، لسه شخص مو بالشرط أن يكون عادل كلماني. يعني لما واحد يقرأ كل مرة أنت مع الفنان فنان فنان، يا أخي وش القصة كنتوا فنانين سليم؟ هو تكلمنا فيها أنا والشيخ محمد نفسه في الحج الماضي. إيش قال لك؟ يعني هو هذا مشكلتي. لكن فعلا أنت في قصص يعني ممكن أصدق والله، لأنك اللي يسافر كثيرا سيقابل كثيرا، مثل الشيخ محمد وغيره. يعني لما يتكلم يقول الله أنا قابلني الفنان، وبعدين هو ليس شخصا عاديا أيضا، سيأتيه ناس ومفكر ما شاء الله يعني عقلانيته نظيفة، فممكن يجونه ناس فعلا يتكلمون معه ويناقشونه، هذا شيء طبيعي. لكنه أنت لا تبرئ أنه فيه قصص كثيرة كانت القصص اللي يتكلم لها قصص أخرى غير هذه. يعني يجيك يقول واحد وزي كذا اللي مثلا سمعت قصة الواحد كان رايح للدمام وكان ما يصلي، وبعدين أربعة ووقفوا في شارع وسبحان العظيم، فتنتهي في الأخير بنهاية مأساوية أنه مات وكان ذا آخر يوم منه، ولا واحدة حفظت القرآن ثم آخر يوم حفظته ماتت. طيب من هي هذه؟ بنت مين؟ ما عليه، ما عاد فيه، خلاص انقطعت السند والمتن جميعا. هذه اللي القصص اللي حتى قد تؤدي إلى عكس ما يريدون. يعني كل واحد يقول والله خاف أحفظ القرآن أموت، خاف أبدأ أصلي. لكن آخر يوم في الجملة هل ذلك الخطاب اللي اعتمد على القصص المشكوك في نسبتها وصحتها ما يقنع اليوم الشباب؟ لا، لم يعد يقنعهم، وبالتالي يجب أن يتغير هذا الأسلوب. ينبغي نعم. تذكر قصص لا شك، لكنك ستجد أيضا القصص يعني التي يغفل عنها هي قصص القرآن. يعني يجي الواحد يقص عن نفسه أكثر مما يقص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو صحابه الكرام، يذكر القصص الثابتة، تلقى رحت وقابلت وشغلت وفعلت.